بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة إضاءة رياضية، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع اليوم ذاكرة الكاراتيه، النشأة والأسرار وبعض المفاهيم وتجربة الكاراتيه داخل المغرب، أخبار وإنجازات، وأخيرا لماذا استبعد الكاراتيه من أولمبياد باريس 2024 وأعطي الضوء الأخضر للبريك دانس. تابعونا بعناية من بداية الفيديو إلى النهاية. هل كل من رفع قدمه حذو أذنيه أصبح أستاذا؟ هل الكاراتيه هو فقط حفظ أسماء الضربات والكاتات؟ هل الكاراتيه هو فقط كلام على الورق بلا تطبيق وبدون بذل مجهود أو تحمل؟ هل الكاراتيه مجرد معرفة التاريخ والذكريات؟ هل الكاراتيه فقط هو حصد الكؤوس وإحراز الميداليات؟ هل الكاراتيه لاستعراض العضلات على الآخرين؟ هل الكاراتيه مجرد دورات تكوينية تدريبية وإعادة التكوين فحسب؟ هل الكاراتيه هو الحزام الأسود والدانات والدرجات ومدرب وتحت مدرب وماستر وغراند ماستر وخبير وكبير وصغير ونادي فلان وجمعية فلان وأكاديمية فلان؟ معذرة يا سادة، الكاراتيه أكبر من هذا. الكاراتيه تطبيق عملي وتفعيل ملموس لصناعة أبطال، ابتداء من الحزام الأبيض إلى العالمية. الكاراتيه دراسة وتخطيط لكل النواحي الفنية والتقنية لإعداد بطل يقف صامدا وشهما فوق البساط. وتعتبر رياضة الكاراتيه من أعرف وأقدم أنواع الفنون الحربية الدفاعية القتالية، وهي وسيلة ناجعة وفعالة للدفاع عن النفس عند الاعتداء وتهذيب السلوك، وتكسب اللاعب العديد من المهارات وتحسن الثقة بالنفس للاعب والتكيف الاجتماعي والتواصل مع الآخرين. وتتميز هذه الرياضة بأنها تتم باستخدام الأيدي والأرجل كسلاح أساسي. انتقل الكاراتيه من الهند إلى الصين على يد راهب بوذي اسمه بودا دارما، وانتقل الكاراتيه من الصين إلى اليابان من خلال التجار التي كان جل رحلات برية. نشأ هذا الفن في القرن الرابع عشر في أوكيناوا مملكة ريوكيو أنذاك باليابان كفن قتالي، وفي عهد الملك تشوتشين وفترة حكم مقاطعة ساتسوما تم منع السلاح من قبل السكان المحليين وفقا لسياسة تحريم السلاح في أوكيناوا. وفي ظل تلك الظروف يقال بأنه تم تنظيم الفنون القتالية التي وردت إلى أوكيناوا من الصين، حيث ازدهرت العلاقات التجارية بينهما. ومن مميزات تلك الفنون القتال الأعزل، أي دون حمل أي سلاح، وكان يسمى الكاراتيه في الأول تودي بلغة أوكيناوا، ولكن تم استبدالها باليابانية لتصبح كاراتيه. فكرا تعني خال أو فارغ، إسوة بفلسفة الوجود والخلاء، وعليه نتج عنه تسمية الكاراتيه الحالية. وفي عام 1922 قام أحد القادة من أوكيناوا ويدعى فوناكوشي بإعلان الكاتا في طوكيو تحت رعاية وزارة التربية والتعليم أنذاك. كان هذا أول عرض للكاراتيه يقام خارج أوكيناوا، ومنذ ذلك الحين حقق الكاراتيه انتشارا واسعا. وفي الفترة ذاتها
توافد المعلمون من جميع مدارس الكاراتيه، وواصل الكاراتيه انتشاره في الجزر الرئيسية بين الطلاب الجامعيين. ويعد افتتاح قسم لرياضة الكاراتيه في جامعة كينو سنة 1924، هو الفتيل الذي أشعل افتتاح قسم لرياضة الكاراتيه الواحد تلو الآخر، حيث تم كذلك افتتاحه في جامعة طوكيو الإمبراطورية عام 1926. تعالت أصوات بإقامات مباريات واقتراح قوانين، وفي سنة 1957 تم إقامة أول مباراة تنافسية ريوغوكو، وتم سن قوانين اللعبة، وتم تشغيل المباريات أو تشكيل المباريات الحالية بالتمحور على رغبات الطلاب. وفي الفترة ذاتها تعالت أصوات أخرى منادية بإقامة اتحادات ذات الاهتمامات المشتركة تتعدى مستوى المدارس. ففي سنة 1964 تم تدشين الاتحاد الياباني JKF، وكذلك في سنة 1970 تم تأسيس الاتحاد الدولي للكاراتيه WKF في اليابان عن طريق قوانين دولية، وتم إقامة أول مباراة افتتاحية للاعبين الكاراتيه الدولية بصالة تيبون بودوكان. وسنتطرق إلى أربع مدارس نموذجية من بين المنظمات المدرجة في الاتحاد الياباني للكاراتيه JKF. أولا مدرسة الجوجوريو. المميزات: تتميز بمهارات توقع الهجمات القريبة المباشرة وطرق التنفس الفردية. ثانيا مدرسة شيتوريو. المميزات: توارث مؤسسوها كثير في الكاراتيه الكاتا الذي تعلموه على أيدي العديد من القادة، ويقومون بتوريثها للأجيال القادمة. ثالثا مدرسة شوتوكان. المميزات: تتميز بحركاتها الخطية الديناميكية، ويعتبر فونكوشي هو من قام بإقامة أولى مباريات للكاراتيه خارج موطنه أوكيناوا، أي في الجزر الرئيسية في اليابان. رابعا مدرسة ودوريو. المميزات: تتميز بإدراج عنصر الجوجوتسو إضافة إلى الكاراتيه. علاوة على ذلك تم انضمام منظمة إدراج قوانين الاتصال المباشر بالخصم إلى الاتحاد الياباني للكاراتيه JKF باعتبارها منظمة صداقة. فالكاراتيه فلسفة، وكثير من الناس يدمج الكاراتيه كرياضة وسبور. نعم هو رياضة وسبور، أنه يرتكز على اللياقة البدنية العالية، لكنه علاوة على ذلك فن من الفنون، لذلك نقول الفنون الحربية لزاغ مغسيو. ففيها نتعلم الاحترام ومساعدة الضعيف ونصرة العدالة ونهذب السلوك، ونتعلم كيف نصبر وكيف نتصرف وكيف ننظر للأشياء المحيطة بنا بإيجابية وتفاؤل، ونتعلم كذلك أن الشخص الذي يسيء إلينا كيف نتعامل معه على عكس معاملته، علينا معاملته بلين ولطف. فلنعلم الكاراتيه، فتعلم الكاراتيه يعلم الممارس ألا يدخل الطاقة السلبية لقلبه، فكاراتيه يد مجردة وقلب فارغ وسليم من كل الضغائن والحقد والأشياء السيئة. والكاراتيه يعلم الانضباط والطاعة وكتم الأسرار. لا يستعمل الكاراتيه إلا للضرورة القصوى والدفاع عن النفس وعن الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبالكاراتيه نتعلم بعض الروحانيات مثل التأمل والتركيز والاحترام والهدوء والثقة بالنفس إلى غير ذلك من المزايا. فالكاراتيه لم يعمل للاعتداء وقهر الآخرين والصراخ واستعراض العضلات. نسمع كاراتيه دو، معناه كارا معناه فارغ أو خال، تي قبضة، دو يعني طريق
طريقة أو أسلوب. فالكاراتيه بالمجمل معناها طريقة إلى اليد المجردة أو الخالية، فنقول رياضة دفاع عن النفس وليس قتل. فالكاراتيه هناك الكيهون، ونعني بذلك الأساسيات والأعمدة التي ينبني عليها الكاراتيه، وتنقسم إلى قسمين: مبادئ وفنون. والمبادئ فيها أربع حاجات: البدلة أو الكاراتيجي، والذهاب إلى الدوجو أي صالة التدريب، تجد هناك مدربك فتتعلم الاستحية والاصطفاف والتشكيلات لتبدأ منها التمرينات. أما الفنون فهي كثيرة، هناك فن الوضعيات داتشي وزا، والوزا معناها الفن، داتشي معناها وقفات، وفن اللكمات تسوكي وزا، يعني فن تسوكي فن اللكمات، فن الركل جيري وزا، وكذلك التحية تسمى ري. الكوميتي مباراة أو قتال فعلي ضد منافس، فهناك لاعب ركن أحمر ولاعب ركن أزرق وحكام، وهناك قوانين وهناك حركات يدوية تتجدد دائما حسب، وذلك لمصلحة وفائدة المتبارين وسلامتهم. هناك ما يسمى بالكاتا، وهي مباراة خيالية أو وهمية ضد اعتداء أو اثنين أو أكثر، ونقطة البداية هي نقطة النهاية. والكاتا هي مجموعة من الحركات المتمثلة في الدفاع والهجوم، وحركاتها عالمية معترف بها دوليا بنفس الطريقة، يعني يونيفرسال، أنك تعمل كاتا هنا في المغرب مثلها في أمريكا أو في أي بلد. وكل كاتا طالها رسم مبياني أو خرائطي هومبوزن، نقطة الانطلاقة تسمى كيتن. والرسم المبياني دياغرام مهم جدا لمعرفة البداية والنهاية. وجل كاتات الكاراتي تبدأ بالدفاع، دلالة على أن هذه الرياضة دفاعية لا هجومية، ولا بد في الكاتا من تحقيق سلامة التقنيات والوضعيات، التوازن والتحرك والانقباض والانسيابية والتنفس والانطلاق والتموضع وتجميع القوى. كل هذه العناصر مع عدم نسيان عناصر اللياقة البدنية من قوة وسرعة وقوة انفجارية، مع الإيقاع اللازم والتماثل، يعني ما تشتغل به على اليمين أو على اليسار يكون مثله على اليسار، حتى نشغل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى. ممكن أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل كاتا تنفع في معركة الشارع وأثناء الاحتدام المباشر؟ وكما يقال بأن الإنسان عدو ما يجهل، من الناس من ينعت أصحاب الكاتا بأنها حركات دفاعية هجومية برقصات تأملية، أو يقول بأنها رقصات تأملية. يقول بعض خبراء الكاراتي: العدو بداخلنا، الفن الحربي وقبل كل شيء هو السيطرة على الذات، فالسيطرة على الخصم هو شيء ثانوي، فالكاتا فن المواجهة مع أنفسنا. وفي الكاتا دائما نبدأ بالدفاع دائما على جهة اليسار، أما الكي يكون بهجوم في الجهة اليمنى. مبادئ الكاراتيه: أولا نبتدئ وننتهي بالتحية للدوجو، يعني قاعة التدريب، وللأستاذ وللأصدقاء أو زملاء في التدريب. ثانيا في الكاتا لا يوجد هجوم أول. ثالثا الكاراتيه يقف في صف العدل. رابعا اعرف نفسك ثم الآخرين. خامسا الروح أهم من التقنية. سادسا تحتاج إلى تحرير عقلك. سابعا الإصابة تولد من الإهمال.
ثامنا الكاراتي ليست فقط في الدوجو. تاسعا ممارسة الكاراتي مدى الحياة. عاشرا تطبيق طريقة الكاراتي على كل الأشياء. 11 الكاراتي مثل الماء المغلي، إذا لم يسخن يصبح باردا. 12 لا تفكر في الفوز بل فكر في عدم الخسارة. 13 تكيف مع ظروفك. 14 سر القتال يكمن في كيفية توجيهه. 15 فكر في الذراعين والساقين كسلاح. وهي رياضة مفتوحة في وجه جميع الأعمار. هناك مجموعة في التدريب خاصة بالأطفال من 3 سنوات إلى 5 سنوات كاتيجوري بريسكول، يتدربون كاراتي استئناسي. وهناك من 6 سنوات إلى 14 سنة ومن 16 سنة إلى ما فوق. وينصح الأطباء الأباء إلى توجيه أبنائهم للكاراتي والرياضات الدفاعية من أجل الهدوء وكسب الثقة في النفس وتفريغ العنف، وخصوصا إذا كان الطفل عنده إفراط في الحركة. فالحركات مع الأطفال وكذلك الضرب على الكيس، فيصبح مع التدريب هادئا. تجربة الكاراتي بالمغرب. الكاراتي المغربي منذ السبعينات كان تحت مظلة الجامعة الملكية المغربية للكاراتي والجيدو والرياضات المشابهة. كانت تضم رياضة الكاراتي والجيدو والتايكوندو والأيكيدو. ومن مارس في هذه الفترة ونظر إلى جوازه الرياضي يجد مكتوب هذه الرياضات في جوازه الرياضي. وكانت تدعى جامعة ابن عمر، وهو رئيس الجامعة آنذاك، حيث واسمه محمد بن عمر. ومن بعد تولى الجامعة حسن بويحيوي وأخذت الجامعة الكاراتي استقلاليتها. فكان هو المشرف على فرع الكوكب المراكشي للكاراتي. ومن بعد إلى حين تولى الجامعة رئاسة الجامعة محمد مقتبل. قاعدة الممارسة اتسعت بالمغرب، وفي أول أمر بالمغرب رياضة دفاعية. كنا نطلق أي رياضة دفاعية أو أي ممارس لأي رياضة دفاعية كنا نطلق عليه أنه يلعب الكاراتي. وكان سائد نوع شوتوكان، وخصوصا مع اجتياح أفلام بروسلي البيج بوس والأفلام الأخرى. وكانت المنافسات تقام بالأرابسي. ربما تمثل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 آخر ظهور لرياضة الكاراتيه في الألعاب الأولمبية، في الوقت الذي كان مسؤولو الكاراتيه يأملون في أن يؤدي إدراج رياضة الكاراتيه في طوكيو إلى تأمين مستقبلها الأولمبي على المدى الطويل، نظرا لشعبية الكاراتيه في مختلف بقاع العالم. ومع ذلك تخلى منظم باريس 2024 عن هذه الرياضة. وأعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية رسميا عدم تواجد لعبة الكاراتيه ضمن الألعاب الأولمبية في الدورة المقبلة. وشددت اللجنة على أن برنامج الألعاب الأولمبية في باريس 2024 نهائي ولا يمكن تغييره. لكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت بداعي أن لائحتها الأساسية تنص على أن الألعاب الإضافية غير الأولمبية التي تدرج في دورة الألعاب لا يجوز إدراجها في النسخة القادمة. وتنافس ما مجموع 80 رياضي في رياضة الكاراتيه لصعود إلى منصات التتويج على مدى 3 أيام. وتم توزيع 32 ميدالية على أول الأبطال الأولمبيين في تاريخ الكاراتيه، 8 ذهبية و16 برونزية.
هذا في دورة طوكيو 2022. فكان نصيب العرب 4 ميداليات في رياضة الكاراتيه بأولمبيا طوكيو 2022، ذهبية وفضية واثنان برونزية. وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق المصرية فريال أشرف عبد العزيز، وحقق السعودي طارق حمدي فضية بقرار مثير